السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. أي هو سؤال أنه لماذا ثاروا على عثمان ولم يثوروا على عمر مع أن عمر أيضا كان ظالما؟ هذا له تفسيران. التفسير الأول روي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، مضمونه هذا: إن أبا بكر وعمر ظلمانا وعدلا في الناس فلم يثأر الناس لنا، وإن عثمان ظلمنا وظلم الناس فثار الناس لأنفسهم فقتلوه. يعني أبو بكر وعمر إذا تلاحظ بشكل عام سيرتهما تختلف عن سيرة عثمان. عثمان كان ظالما كما كان أبو بكر وعمر ظالمين، ولكن تفحش في ظلمه بما له ظهور وبما له مساس بجيوب الناس. يعني أبو بكر وعمر مثلا ما استوليا على أموال بيت المال ووزعوها على أقاربهم، على أقربائهم، على مثلا أصحابهم، بطانتهم، حاشيتهم، هكذا يعني بشكل ظاهر وواضح. عثمان لا، ظاهرا وواضحا، وصعد المنبر وأكد ذلك، قال إنما هذا مال الله وأنا ولي الله، أنا خليفة الله، زين، فلي أن أصنع به ما شئت، فأنا وزع على من، على أقربائي من بني أمية وكذا. المسلمين كانوا يعانون المجاعة في بعض الأحيان وفقر، ويرون أن خليفتهم الحاكم الأعلى صراحة يصعد على المنبر يقول أموالكم أنا أوزعها كيف أشاء، على الحاشية، على الأقرباء، على الكذا، فهذا الأمر لا يحتملونه. أما أبو بكر وعمر ما صنعا هكذا، بل كانا يتصنعان الزهد. ليس معنى ذلك أنهما لم يستوليا على مال. عمر بن الخطاب مثلا أثبتنا ذات مرة أنه استولى على مال كثير من بيت المال، لكن كنسبة وتناسب إذا قارنت مع حالة عثمان هنالك فارق كبير. فهذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنه عمر بن الخطاب كان جدا شديد في الإدارة، يخافونه، أي ولذلك كانوا يخافون، يعني رجل يعني دكتاتور يعني مجرم، يعني لا يأتي أمامه شيء. صدام يطلع عنده ملك من الملائكة، هتلر هم يطلع ملك من الملائكة، يعني بالنسبة إلى عمر. يعني عمر يأتي شخص صبيغ بن عسل يسأله مسألة واحدة عن متشابه القرآن، يقوم يطيح بي دق يضرب ضرب إلى أن يموت. هذا ما صار، ما سمعنا إحنا حتى بسيرة صدام شيء من هذا القبيل، أو سيرة حتى هتلر أو أي واحد من الطغاة، أو القذافي مثلا يسأله مسألة لأنه ما يعرفها وأحرج يعني بالقضية، فيقوم يعذب الشخص إلى درجة الشخص يقول له: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلة واحدة. ليش هذا التعذيب يعني المستمر؟ وأنا إيش سويت؟ بس سألت، أنا ما سويت شيء، أنا ما اعترضت ولا قلت شيء، سألت أنا. فيعني لازم واحد يلاحظ الفرق بين هذه العهود.